أنا الآن عند منطقة الصناعة التي انسحب منها جيش الاحتلال الإسرائيلي مخلفا دمارا واسعا، طاول كل شيء، مقر الصناعة، المقر الرئيس للأونروا، تم تدمير عدد من المباني داخله، البنى التحتية أيضا المحيطة في المنطقة، تجريف للأراضي وتدمير لعدد من الأبراج السكنية وإحراق لعشرات الشقق السكنية أيضا بفعل مباشر من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. عمليا وصلنا والنار لا تزال تشتعل في هذه المنطقة. هذه منجرة وفوقها المنزل مكون من عدة طبقات لعائلة الريس، والدفاع المدني وصل إلى المكان ولا زال يتعامل مع هذه الحرائق. معي الآن أحد عناصر الدفاع المدني، ما الذي تتعاملون معه من حرائق في المنطقة؟ تعاملنا مع أكثر من بنايات، طبعا بنحكي حرائق تحكي بنايات بالكامل أحرقت، وصل يعني من كثر ما النار التهمت هذه البنايات فهي أصبحت آيلة للسقوط. توجهنا منذ انسحاب الجيش، توجهنا إلى منطقة الصناعة وتل الهوى محيطها، انتشلنا حتى اللحظة 30 شهيد. شكرا جزيلا لك. ومعي أم عدي وهي صاحبة هذا المنزل. أم عدي، المنزل يحترق، عوضكم الله عوض خير، ما الذي عايشتموه هنا؟ احنا كنا بجر التفاح اللي ساكنه في التفاح، قالونا تعالوا غرب، يا دوب اجينا الان صارت حزامات ناريه وطخطخه وحصرونا من شرق وغرب، طلعنا اتفاجئ بعماره اهلي كلها رايحه، مش عارفه شو اعمل. الحمد لله واللي اخت شهيده كمان تحت الانقاض لسه. عظم الله اجركم. هذه المنطقه منطقه الريس حصر فيها عدد كثير، لو نقترب هنا امن اكثر. الذين حوصروا من العائلة كثير أخذوهم وبعدين يعني حققوا معهم ودوهم على الجنوب، كثير في كثير من الروايس أخذوهم. نعم. بس إحنا مش عارفين إيش لسه، يعني مين تم ومين ميت ومين عايش، مش عارفين. شكرا جزيلا لك يا أم عدي. النار لا زالت تشتعل والرصاص لا زال موجودة من قبل الاحتلال الإسرائيلي الذي يطلق الرصاص. هذه بقايا إحدى الآليات الإسرائيلية التي يبدو أنها تعرضت إلى استهداف من قبل المقاومة الفلسطينية. هناك أيضا سيارات الإسعاف لا زالت تحت تتقدم من الجنوب باتجاه شارع 8، بما معناه أن الوضع لا زال ملتهبا هنا في محور جنوب مدينة غزة ولم يسد الهدوء بعد، وتراجع الآليات لا يعني انحسار المشهد الميداني المتوتر. إسلام بدر، التلفزيون العربي من مفرق الصناعة جنوب مدينة غزة.